بكل تأكيد عندما تقطع هذه الطرق وبكثافة من قبل الثوار أي المحتجين، هذا يدل بأنه فقدان السيطرة من قبل الحكومة ومن قبل الأحزاب السياسية على المشهد العراقي وعلى الأرض العراقية، وبالتالي تعتبر هذه الحكومة وهذه العملية السياسية فاقدة للشرعية. أما ما يخص تصرفات هذه الحكومة، هي منذ البداية منذ 16 عام لم تقدم شيء إلى الشعب العراقي، وبالتالي عندما انتفض الشعب العراقي عدة انتفاضات وآخرها هذه الاحتجاجات، هذا يدل بأنه هناك يأس أو خزير من اليأس لدى أبناء الشعب العراقي جميعا في كل محافظاتهم. فعلى الحكومة لكونها متمسكة بالسلطة ولكونها لم تشعر بإرادة الشعب بحرية الشعب بحقوق الإنسان، فبالتالي أصبحت تتمسك بهذه السلطة من أجل الغنائم والمكاسب ومن أجل إرضاء أسيادهم في قمة طهران.